الصينية، أعتقد بأن اليوم سيكون يوما حاسما بمجرد انتهاء المراسم الأمريكية غير القانونية وغير الشرعية، سيتبعها اجتماع رسمي للقيادة الفلسطينية يتقرر على أساسها سلسلة من القرارات والتي تعالج مثل هذه القضية. ولكن أنا أؤكد مرة أخرى ما قال الدكتور أيمن سلامة بأنه كل ما اتخذه دونالد ترامب وإدارته هي إجراءات غير قانونية باطلة لا يعتد بها ولا أصل لها ولا جذر في القانون الدولي، وبالتالي ما يقومون به خارج إطار القانون. والأفضل ولربما نقبل نصيحة من دكتور أيمن بأنه يجدر الحسابات لمراجعة الموقف الأمريكي، بمعنى أعتقد بأنه من الأجدر التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة مارقة ورئيسها مارق على